طريقة عمل الفريك الصغير، معلقة زبدة كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين الفريك الصغير مش محتاج أي حاجة ولا بصلة ولا أي حاجة. الوحيدة اللي بتظهر الطعم أقوى ربع ربع، أنا بتكلم كده بالعربي، ربع فص ثوم صغير بيتحط مع التحمير، بيدي طعم حلو جدا، مفيش إضافة تانية غير كده، ربع فص ثوم وأنا بآخر تحميرة وأنا بحمر، بتديها طعم حلو روعة، طعم جميل جدا وحاجة روعة. كمان في حاجة اسمها شوربة الفريك، شوربة الفريك دي بعد ما يستوي زي الطريقة دي بالظبط، وبعد ما يستوي بروح بحطه في حلة وازوده شوربة بس، ويغلي بقى ساعة وربع تاني في الشوربة بس، ممكن نضيف حبهان معاه او مستكه، نعمل طشه حبهان او مستكه، معلقه
معلقة سمنة بس خلاص كده. هنغطي ده عشان من ايه من الفلاشة من يسخن بايه يطفي معرفش في ايه. هيغلي زي الرز وبعدين هنغطي خالص زي الرز بالظبط. معاكم اهو ايه لازم برضو ايه تاني اهو من عليه اهو ايه شوفين ازاي اهو 10 دقايق او تقريبا هي تلت ساعة بالظبط، من 10 لتلت ساعة بس هشعل وشوية اشوي اشوف تاني اهو عالي اهو بسم الله واوطي تاني اهو مش عايزة اغني اهو كده وعالي واوطي ويبقى يقعد تلت ساعة يقعد تلت ساعة وبالهنا والشفا. تلت ساعة سواء هحشيه برضو مش هحشيه لازم يستوي ومش بيعجن ولا بيجرله أي حاجة مع الحشو. ممكن مش أسويه جامد، هو تلت ساعة وأروح طافية عليه تلت ساعة بالظبط وروح طافية عليه. عايزة لو لقيته ناي شوية لو هاكله كده لوحدي اسيبه كمان 10 دقايق، لكن لو هحشيه هي تلت ساعة تسوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.